دائما الرجل لو صار عمره 100 سنه بضل يجيب ولد. احمد باي عمر انجبت رولا؟ ب 73. رولا قد ايه عمرها اليوم؟ 3 سنين. اليوم قد ايه عمرك اليوم؟ عمرك 76 اليوم. 76 77. كنتوا مخططين انت وزوجتك تنجبوا رولا او 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 اجت رولا؟ لوحدها اجت. زوجتك قد ايه عمرها؟ 44. ولما قالت لك زوجتك انها حامل؟ استغربت. ثاني يوم اخذتها على الحكيم. قالوا لها ما قالت لي ما بنت طلع بلش داريها لا حديت ما خلفت هيدي داريتها بعد ما حبلتك انت الدارية قبل الحبل كمان من جهتين من جهتين ولكن ايضا سؤال الرجل بهلا بعد العمر 55 بصير عنده مشاكل صحيه بتتقل همته ما بقعد بحساباته انه قادر يقوم بعلاقه زوجيه كامله مشان ينجب ولد دائما الرجل لو صار عمره 100 سنه بضل يجيب ولد لو صار عمره 100 سنة يقدر يجيب ولد ولكن المرأة نعم لا ولكن حدود أكيد إلى حدود المرأة ولكن أيضا خصوبة الرجل هو عمره 30 مش مثل خصوبة الرجل وعمره 100 سنة نعم ولكن سؤالي إلك هون اليوم قد ايه بتكون علاقة متكافئة بين رجل عمره 100 سنة وبنته عمرها سنة يعني فرق بعيد بالدنيا بتكون علاقة طبيعية أو بتكون أكثر مثل حفيدته وولاد أحفاده طبعا كون مثل بنته او مثل حفيدته او من هالنوع هذا يلي عمره 100 سنه وبيجي ولد علاقه صحيه بتكون يعني ابو زيد خاله بكون يعني ما حدا بيجيب اللي جابه هو يعني صوره رجل عم بتقول بعده شاب بعده شاب المجتمع شو قال لك لما قلت له انا بالعمر السبعين اجتني رولا يفكروها مش بنتي فكروني جدا انا اخذتها على الحضانه رحت انا وياها واخذت البنت معي على الحضانه شافتنا المديره قالت لها جده جاي معها قالت لها لا هذا بيها لشو قلت لها بيها قالت لي انت بيها للبنت قلت لها انا ايه بيها للبنت وبدي احطها حضانه شو رايك سكتت ولا كلمه في عندك اولاد غير رولا ايه عندي صبيان وبنات قد ايه اعمارهم قد ايه ابنك الكبير ابني الكبير 44 في اكبر من 44 ايه بنتي الكبيره زهره ايه زهره بحدود ال 50 نعم لكن الفرق بين زهره واختها اكيد زهره من زواج اخر ايه طبعا نعم بين بنتك زهره وبنتك رولا فرق تقريبا 47 سنه زهره نعم. كيف بتعاملها لرولا بتعاملها كاخت او كام وحتى ست لا بتعاملها كاخت بس بتشفق عليها بحبيبتي يا عيوني مثل اولادها بتعتبرها مثل اولادها احمد مقابل الايجابيات اللي حكيت عنها بشو بتعتل هم لهم لرولا بعتل همي لو صار شيء انا لو صار شيء يمكن اخواتها كلياتهم بحبوها لاني انا موجود بس ان صار شيء يمكن يلكعوها يعني بينا راح ومالنا ومالها